بس موسم الزيتون يزبط مندبر بالمصاري كل امورنا ان شاء الله يزبط. كان الزيتون ينكب على الفاضي. دخلك شلون صار هيك لتمرد ولهالي؟ من طول عمرهم ما بيجتمع رأيهم على شيء منيح. برافو عليك. هذا ولا شيء. لسه عندي مخططات أكبر. السنة ما بنزرع قطن وبلال خلص. بهالأراني المستقبل للزيتون. حكيت الجمعية التعاونية. منه بتعطي قروض وشتلات كمان. لك هاد زمن الزيتون. ايه. ببساطة قبل بلال هي. لك كيف قبل؟ بس ما في يعمل شيء. خلص قررنا. كم سنة عذاب. بعدين نحن منصير منحوش محاصيلنا. إن شاء الله إن شاء الله خير يا حسن. أهل الضيعة كلها طلعت على الزيتون. ما لقوا غير اليوم. رح نكتب لكتاب المساء. ستي بيخلصوا قبل ما تعتم إن شاء الله. ومنكون محضرين كل شيء. إمام الجامع رح يجي المساء. نستنى شوي. لشو العجلة؟ شو قال عمار؟ رح يبقى عنا؟ ولا بدكن ترجعوا على ضيعتك؟ خبرك بشي؟ لا والله ما حكى بالمرة. قال خلينا نروح لعند أهلي وخلص. وقت شاف البيت تقولي روح ورجعت له. كان كتير مشتاق. تعذبنا كتير يا بنتي. والله اللي قضيته ما بينوصف. لما شفته راجع دخيلك لحي عليه. ايه ابو عنا خليني اشوفه شوي. وحياتك انا بدي. بس يعني انا وجواهر كل يوم. لا جواهر لا تحس فيها. ما الا رأي بالمرة. انتي مرت الكبير بالبيت وخلاص. ما حدا بيقدر يقلل احترامك. مو قصدي. انا بدي اقول ما بدي زعل حدا مني. ما احسنك. ودخيل عينك شو مزوقة ما شاء الله. الله يديم عليكم المحبة. والله دخلتي لقلبي. كان لازم نتفق من زمان. ما كلنا عنا أراضي وكنا عم نشقى كتير. بس اللي عم يستمتع بالنتيجة هو بلال آخر. ليش؟ لأنه منحتاجه كل سنة. ليش؟ لأنه ما عنا طموح. ليش ما نحط مالنا ونشتغل سوا ونجيب آليات ومبيدات وأسمدة؟ وقتها بتشوف كيف بصير الموسم. والله حلو هالحكي. أنا في شي بقدر عونك فيه؟ يعني بالاستثمار. والله عم تسأل؟ طبعا في. ليك منساوي معصرة زيتون صغيرة على قدنا. بنعصر زيتوننا وزيتون كل الضيعة اللي حوالينا. قد ما غلي الزيتون زيت الزيتون بيضل أغلب كتير. الله ومنزل على التنكات اسم ضيعتنا ومنبيع بالميات. والله اي والله بيموت بلال وبيعمل الخبز ببيته بزيت مكران حتى ما يشتري. تمام حسن فكرة منيحة. رح فكر فيها. يا ولد خلصني. الدولة بسرعة رايحين على المكتب. مبارح ما حكيت لأن أول ليلة. أنت حسابك معي كبر كتير. ليش الحساب؟ شو صار؟ لا تظن أني نسيت إلا تربعتك مبارح. لك نور هلكتني للصبح. صارت تقول بدي روح وما خلتني نام. ايه تروح حق المخلوقة كتير عم تمل. رجب أفندي لا تتفزلك. بدي حاسبك وأخذ حقي. الله طلعت الشمس. تعي يا قلبي لهون. شو بدك تشربي؟ يعملوا لك قهوة بحليب مرمر. آغا الشرطة تحت. في سيارتين واقفين على الباب. ليش موقفتيهم على الباب يا مرمر؟ فوتيهم بسرعة. يلا لساتك جاية جديد. قلي ليش اجت الشرطة؟ هيك لقلة حظي وبس. بابا هدول جايين مشان أحمد ما هيك؟ مين هذا أحمد؟ يعني مو مهم الشغلة. قومي غيري تيابك جاي لعنا ضيوف. قومي يلا.
انت لا تحكي شيء، انا رح اتصرف، فهمت؟ اهلين بالشباب، ان شاء الله صباح الخير، يا اهلا وسهلا. الأيام زمان لك مو تكرم عينك لعيونك. يلا صور ايش يا اخي، شو رايك انت؟ شو بدي اقول يا معلم دينار، البنت بنتك والولد ابنك، تعرف العاده. المهم انك تحل هالشغله بدون ما تكسر بخاطر حدا فيهم. عيب، تعال هون بالله. أمور أبي؟ ليش ما رحت على الزيتون؟ الشغل لفوق راسي. شغل شو لك ابني؟ قلت بفحص الأجهزة بالمحل، صار لهم فترة عم يركبوا معي ولازمهم صيانة. والبرك لمين يا عيب؟ والله لعندك يمكن، لو تدوقهم لتدوخ. بدك نجيب لك برك؟ والله ما بتقصر. خاطركم. قولك حاجة تكنسي يا بنت، حفرت الأرض شوفي كيف. انت ليش بتكنسي الأرنب مليون مرة؟ لك مشان النبي قلي، هذا مرض ولا شو اسمه هذا؟ لا أخي، هيك بتنضف، الوسخ مجمع. أمي اشتهت لكم هدول بلال أغا. يسلموا عمي، حطهم عندك. أنا رح أخذهم. إلا لأمك يسلم إيديكي. حاضر. تركي لي هالصينية هون. شبكي؟ ما شاء الله بتجهي. خلي هالنسوان يجيبوا لنا معهم إبريق شاي. معناتها حطهم بصحون بجيب لكم الشاي، بأمرك. يا حبيبي والله ما بيعرفك بجهلك يا ابو وصال، منلك كل هالنشاط وليه؟